السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجات مهمة جدا هتخلي شغلنا على الراينو أسرع بكتير. يلا نبدأ. أول حاجة، لما بتفتح الراينو بتظهر لك القائمة دي، ممكن منها تختار أنت عايز تشتغل بالميلي ولا بالسنتي، أي مقاس، هتشتغل حاجات كبيرة أو حاجات صغيرة. طيب دلوقتي أنا مخدتش بالي من القائمة دي والبرنامج فتح، ممكن من جوه تولز اوبشن نغير اليونت زي ما احنا عايزين. عايزين نشتغل بالملي، يعني تعالوا نشوف لو انا عملتها دلوقتي بالملي ودوست اوكي، هاجي اقيس المقاسات بتاعتي كلها بالملي، نغيرها تاني زي التأكيد من نفس المكان من يونت واخليها بالمتر. تعالوا نقيس، بقت بالمتر بمنتهى البساطة. تاني حاجة، احنا دلوقتي لما بنيجي نشتغل على الرينو بنجيب القوائم بتاعتنا من هنا من الصور دي او من القوائم اللي فوق، يعني مثلا هنا قائمة سيرفس هتلاقي فيها سويت ونتورك والحاجات دي، او ان انت تكتب فوق برضو التولز هتشتغل معاك. في حل بقى رابع، ان انت تعمل قائمة خاصة بيك فيها كل التولز اللي انت بتستخدمها بمنتهى البساطة. نيجي من هنا تول بار لاي اوت ونختار فايل نيم، هنا هو بيسيب لي القايمة بتاعتي في السي، ممكن اخليها على الديسك توب عادي عشان تشوفوها، سميها بأي اسم انت تحبه، انا هسميها باسمي وهدوس اوكي. دي هي القايمة بتاعتي، ممكن اغير اسمها. نغير اسم الجروب وندوس اوكي. طيب احط القوائم فيها ازاي؟ منتهى البساطة، ندوس كنترول ونسحب دراج اند دروب، كوبي يعمل كوبي على دروب. هسرع الفيديو شوية، هجمع كل التولز اللي انا محتاجاها. طيب لو انا ضفت قائمة بالغلط، يعني مثلا هنا ضفت القائمة دي مرتين وعايزة ادلت واحدة منهم، هروح دايسة عليها برضو بس هدوس شيفت واشد البر، هيقول لي عايزة تدلت ايه، هقول له اوكي بس كده بسيطة. طيب لو انا قفلت القائمة بالغلط كده ضاعت، مش هعرف اجيبها تاني؟ لا طبعا تعرف. نيجي من هنا شو اور هاي، ندور على القائمة بتاعتنا اهي، ادي القايمة بكل التولز اللي انا حطيتها. طيب في حل تاني اظهر بيه القايمة بتاعتي اسرع من ان انا اجيبها من فوق، في حل طبعا، زرار السكرول في الماوس لما بتضغط عليه بتظهر لك القايمة دي من تولز اوبشن ماوس، بنختار القايمة بتاعتي. ويندوز اوكي، بندوس على زرار السكرول وتظهر القائمة بتاعتي، وقت ما احتاجها ادوس عليها تظهر، مش هحتاجها اشيلها. اخر حاجة بقى هنتكلم على اختصارات الكيبورد. لو جينا هنا من نفس المكان tools option هنلاقي في الكيبورد كل الاختصارات اللي انا ممكن اعملها. طب ازاي هعمل اختصار ويشتغل معايا؟ اهم حاجة وانت شغال انت بس هتاخد علامة التعجب، ومثلا هخلي اف 5 يعمل لي فول سكرين. اهم حاجة وانا بكتب لازم اول حرف يبقى كابيتال، ولو كلمتين اول حرف من الكلمتين يبقى كابيتال، يعني فول اف كابيتال والاس فول سكرين كابيتال. يعني هنا مثلا عندي كنترول اف 1 بيعمل ماكسمايز للتوب، انا هخليها اف 1 بقى، كنترول اكس كنترول في بمنتهى البساطة. ندوس اوكي. بص دلوقتي لو انا دوست اف 5 فول سكرين اشتغل، دوست تاني صح، لو دوست على اف 1 توب تو، هكذا. عايز اجيب كل الاوجه بدوس كنترول ام. طبعا في اختصارات جاهزه جوه الراينو ممكن انت تحفظها وتستخدمها تبقى اسهل لك،
او ان انت تعمل اختصارات خاصة بيه، ومع الوقت هتتعود عليها وهيبقى الشغل على الرينو اسرع بكتير. هي دي قائمة التولز بتاعتي، ممكن لو اشتغلت على جهاز تاني اخدها كوبي وادخلها على البرنامج واشتغل بيها بمنتهى البساطة. وبكده نكون خلصنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك باسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.